كشف مصدر من الأهلي سبب غياب اللاعب خط الوسط عمر سولية عن القائمة التي سوف تغادر القاهرة لمواجهة الرجاء المغربي، مقرر إجراؤها يوم السبت المقبل من إياب ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وقال المصدر أن عمر سولية ورفيق خليل ورامي ربيعة استبعدوا بسبب الإصابة، وأما بجانب اللاعب محمد الضاوي وكريستيان غير جاهزين بدنيا. كما استمر استبعاد أيمن أشرف لسبب فنية، وكذلك أمر بالنسبة للمهاجم شادي حسين. وغادرت البعثة الأهلي القاهرة مساء اليوم مع الرئيس محمد الغزوي عضو مجلس الإدارة متجهين إلى المغرب بعدما خاض مرانين أخيرة على ملعب مخسار التنس بمقر نادي الجزيرة. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي انتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد، وسجل الأهداف محمد عبد المنعم وأحمد فتحي في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.